مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الأعزاء إلى قضية اليوم في برنامج هنا الجزائر. أطلق عدد من النشطاء السلفيون حملة لمقاطعة أعياد رأس السنة الميلادية، وذلك وفقا لعدة أسانيد دينية وشرعية، في حين قال البعض بأن للأمر علاقة بالحملات التي سبق لهذا التيار ورموزه في الجزائر بأن أطلقوها مؤخرا ضد التشيع وانتشاره في الجزائر. البعض يفسر الأمر ويرحب به مصنفا إياه ضمن حملة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف داخل المجتمع الجزائري في مواجهة هذه الردة الأخلاقية الكبيرة، في حين يشكك آخرون في نوايا هذه الحملة وأصحابها ويربطونها بالأجندات السياسية التي لا يمكن أن تبتعد كثيرا عن هذه الشعارات الدينية. طيب، ولمناقشة هذا الموضوع أسعد بأن يكون معي في البرنامج اليوم السيد فتحي غراس الناطق الرسمي باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية الأمدياس، والسيد بنزينب عبد القادر أو الشيخ أبو صالح الجزائري وهو مسؤول الصحوة السلفية الحرة غير المعتمدة بغرب البلاد. منذ أن ظهر للعيان فهمت كل خرجاته هي خرجات ما عندها حتى علاقة بالسياسة، خرجات فتاوي عندها تفرق بين الناس، شيعي سني، تحريم، شغل الناس عن مشاكلهم الحقيقية، مشاكل حقيقية بتاع الجزائريين. أيوة. مش مشاكل غدوك الاحتفال بالريفيون ولا الاحتفال بعيد السنة ولا الاحتفال بأعياد الكفار ومجاراتهم والسير على طرقهم والتشبه بهم هو منهي عنه شرعا وعرفا وحتى وطنيا. أنت من أين تستمدون أفكاركم؟ أستمد أفكاري؟ كيف أستمد أفكاري؟ من أين تستمدون أفكاركم؟ الشعب الجزائري شعب مسلم ومن قال يستمد عقيدته من الكتاب والسنة. لا 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 يا صديقي، مرجعيته المذهب المالكي. على الشعب ما تظن أنه حق وأنت في الباطل. قلت لك في تاريخ الجزائر الحركة الوطنية، حركة الوطنية ولدت في رحم اليسار والحركة العمالية، حركة المقاومة الشعبية ولدت في حركة هل الأمير عبد القادر كان حركة يساري؟ المقاومة الشعبية كانت المؤسس حركة مؤسس مؤسس الدولة الجزائرية كان عميرا وكان عالما، مؤسس الدولة الجزائرية المسلمة كان عالما وكان أميرا، كان طرقيا. هو الذي كان يتبع ابن عربي، وابن عربي ماذا كان يقول؟ كان يقول من الذي قال لك أنه كان طرقي؟ إن تعدد الطرق إلى الله بتعدد الأنفس، هذا ابن عربي أستاذ الأمير عبد القادر لك تحضر عليه. أما أنت ابن عربي يتبعه أمثاله، ابن عربي ولا بالأمير عبد القادر ولا بمصالح الحاج ولا بالحركة الوطنية ولا بالجيش شمال إفريقيا ولا بالباديس، أنتم غرباء على هذا الوطن. أنتم نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري، أنا جدي شهيد، جدي مجاهد، جدي لأبي مجاهد، جدي لأمي شهيد، ونحن ندافع عن الوطن. دقيقة، عن التيار الذي تدافع. طيب يا أخي، الحمد لله مراكش في السلطة سي غراس. نعم الحمد لله مراكش في السلطة، ولا لن يصلوا إلى السلطة. يعني لو كنت أعدمتهم جميعا سينفرهم الشعب. النقاش الفكري الشعب الجزائري شعب مسلم. طيب دقيقة أستاذ أبو صالح، لن يدع مثل هؤلاء أن يصلوا. طيب دقيقة، أسأل دقيقة، هؤلاء لديهم وجود شعبي، لا تنكر وجودهم الشعبي ليس فقط إعلاميا. إذا أردت أن تزيلنا شعار الشعب الجزائري من الجزائر، الإسلام هو الحل، هو الشعار لا الذي دائما يربح في الانتخابات. الشعب الجزائري شعب مسلم، بهتان وكذب. حتى وإن وقع فيه ما وقع فهو شعب مسلم يستمد قوته وعقيدته وأخلاقه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تكرر، عندك قصيدة تكررها وتعيد تكرارها كلما 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 كما أنتم تكررون القصيدة تاع الوطنية. لا لا لا، كل يوم لا تخرجون بأكذوبة اسمها الوطنية. لا 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 لا، لما نقولوا قال الله كل الوطنية، ماذا قدمتم للوطنية؟ ماذا قدمتم للوطنية؟ ولدت في رحم اليسار. هل تربيت أنت في أحضان الوطنية؟ تعلم تاريخ بلدك، فسأعلمك بأن الحركة الوطنية نجم شمال إفريقيا نشأت داخل الحركة العمالية في فرنسا، وكانت أول حركة نادت باستقلال الجزائر. اليوم كان الكل يطبل للاستعمار. أعطيني شخصية مرموقة وهابية ولا سلفية ساهمت في صناعة تاريخ الوطن.
حديثا او او حاليا راهنا. ابن باديس، ابن باديس لم يكن سلفيا، لم يكن وهابيا. ابن باديس كان اصلاحيا، كان سلفيا، ايد علي عبد الرازق. طيب علي عبد الرازق عندما كتب ميلي. عندما كتب احمد حماني، علي عبد الرازق، بشير ابراهيمي، بان بشير ابراهيمي، احمد بيضون، محمد اخضر السائح، علي عبد الرازق، هؤلاء كانوا كلهم سلفيون، كلهم جزائريون، كلهم مسلمون. كتب الاسلام اصول الحكم وقال بفصل الدين عن السياسي واستند الى اسس شرعيه. فانا لا اقرا ما تمشوه، انا طيب لا اقرا افكار ما تبرزوها الكتابات التي تاتون بها. طيب كيف لا تقراها؟ طيب سيد فتحي كيف لا تقراها؟ ابن باديس كان من مؤيدين علي عبد الرازق. كيف لا تقراها استاذ ابو صالح؟ ولو من باب تعرف عدوك او خصمك الايديولوجي كيف يفكر، هذا واحد. ثانيا تعرف بان الغرب هو الذي احتضن الحركات الاسلاميه الوهابيه السلفيين وغيرهم. يعني معظم احد التعليقات على الحمله الاخيره بمقاطعه اعياد راس السنه الميلاديه، يعني قال على الشروق اونلاين، قال انا مواطن اسكن في قريه في المانيا، فلياتي هؤلاء السلفيون وينظروا الى رئيس او عمده هذه المدينه كيف يحتفل معنا في اعياد المسلمين. يعني شفت باراك اوباما يذهب ويفطر مع المسلمين في رمضان. بريطانيا التي احتضنت أشد رموز التشدد الديني في التيار الوهابي والسلفي، كل هؤلاء لماذا لا تقدمون نموذجا وأنتم تطرحون بديلا سياسيا معينا، يعني تقدمون نموذجا للحوار وللتصالح بدلا من التصادم، هكذا يقولون، كيف ترد؟ الغرب الأمريكي والأوروبي يستعملون حلفاؤكم، يستعملون توددهم، يستعملون توددهم إلى المسلمين. وهذا رجل خلفاء آل سعود، وهذا منبثق، لماذا تربطهم آل سعود؟ سيد جاي من وهران وكأنه جاي من جدة أو الرياض. أوكي، ولكن تقدم هو جاي من وهران مرجع من الرياض، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرجعية ابن باديس، كنت مرجعية، مرجعية طيب العقبي، مرجعية بشير الإبراهيمي، مرجعية الإمام مالك، مرجعية دقيقة، هو يجيب على سؤالي، سأحيلك على التاريخ. لا 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 دقيقة، يجيب على سؤالي وبعدين إمام دار الهجرة. طيب دقيقة سيفتحي، دقيقة والله دقيقة، يجيب على سؤالي. أجبني على سؤالي، أجبني على سؤالي. كنت تقول بأن الغرب الأمريكي، اوكي دقيقة، الغرب الامريكي يتوددون الى المسلمين، هكذا تريد ان تقول، من اجل تغفيلهم. أيوة. من اجل تجهيلهم. ماذا فعلتم ماذا فعلتم بالصومال وبافغانستان؟ لم نفعل، لم نفعل شيء. انتم ماذا فعلتم؟ ماذا فعلتم؟ انتم ماذا فعلتم؟ اردتم ان ينسلخ، ان تنسلخ الشعوب من دينها، لتحطيم البلاد العربيه والبلاد الاسلاميه. جاءوا بكم، جاء بكم لتحطيم ولصد الحركات التحرر التي كانت تقاتل الإمبريالية، تقاتل الاستعمار. جاءوا بكم لنشر الفتنة بين المسلمين، للجهاد، لنصر الفتنة، وليس لنشر أي الفتنة. جهاد، الجهاد ضد الزرقاوي وصوابري. جهاد الزرقاوي وصوابري. لا لا لا، ما وش انت قلت أفغانستان والصومال؟ جهاد أجنبي يا أخي. طيب دقيقة، يجيب أفغانستان، أفغانستان والصومال، الجزائر، الجزائر، أي جهاد؟ يا فتحي دقيقة، أنتم أبعد الناس عن هذا الشيء. طيب تفضل أستاذ أبو صالح، لا علاقة لكم لا بالجهاد ولا بغير الجهاد. أوكي دقيقة تفضل. هؤلاء الناس وأمثالهم دائما لما يعني يوجد واحد ملتحي او لابس مثلا قميص ينسبونه الى السعوديه، لا لا لا، او ينسبونه الى الوهابيه. لا لا, 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 لا لا احاسبك على نحن شكري. ننتسب الى محمد صلى الله عليه وسلم ونفتخر بذلك، نفتخر بانتسابنا الى المشرق العربي. ليس لك الحق ان تستحوذ على الرسول. نحن نذهب الى السعوديه لقضاء الحج ولقضاء العمره، لا لشيء اخر، لا لممارسه سياسيه هنالك. أنتم ولاؤكم لمن تحالف مع ولاؤنا أمريكا، ولاؤنا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. أينما كان المسلم فنحن نتولاه، إن كنت أينما كان المؤمن فنحن نتولاه. تقول لست أنت هو ضمير أنتم الأمة، أنتم سوسة هنا في الجزائر، لست هو ضمير أنتم الأمة، سوسة أنا في الجزائر، تريدون لست ضمير أن تسلخوا الشعب الجزائري من دينه، تريدون أن تسلخوا الشعب الجزائري من هويته، تريدون أن تفسخوا أخلاق المجتمع، تريدون أن يتفسخ المجتمع من دينه وعقيدته وأخلاقه. أحمل الناس على رأيي،
إمام مالك لم يكن يحرم. نحن لا نحمل الناس على رأينا، بل نحن ندعو الناس إلى دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. يا جماعة يا جماعة، لا علاقة لك بعمر. دقيقة دقيقة، لا علاقة لك بعمر. وجاءت امرأة وصحت، يا سادة فتحي، نحن نفتخر بانتسابنا إلى عمر، فأما أنت فلا علاقة لك بعمر. أنتم لا تؤمنون أنت تفتخر بانتسابك إلى عمر. طيب دقيقة دقيقة يا جماعة، أنتم طيب دقيقة أستاذ فتحي، لا علاقة له بعمر، فما دقيقة صغر فتنة في بلادنا يا سيغرس. دقيقة بالفتنة يا أخي، الفتنة جابها النظام وليس هو. طيب دقيقة 200 ألف أستاذ فتحي، رجاء شوية ما تزعفش بزاف. دقيقة أبتخر وأني أنت مسلم. طيب دقيقة، أنت الآن في صورة كاريكاتورية، أنا صورة كاريكاتورية، أنا لست سعودي، أنت ولست سوري، أنت ولست صومالي. طيب ماذا تركتم؟ أنا مسلم. في مخابر سيغرس سيغرس. دقيقة دقيقة، يعني هم يقدمون أنفسهم بهدوء، وهم يقدمون أنفسهم على أنهم يعني دعاة الوسطية والاعتدال في المجتمع الجزائري. يعني لو رأى هذه السلطة، دعاة تعرف الوسطية، دعاة الممنوع، هذه السلطة لو رأت فيهم يعني أنهم حلفاءها لما ضايقتهم في المساجد. العديد من رموز التيار السلفي لا يستطيعون أن يقيموا حلقة في صغيرة في مسجد في قرية صغيرة. لا لا هذه واحدة. اثنين شعبيا يا أخي، لماذا تتجاوز نقطة الشعبية؟ دقيقة دقيقة، لماذا؟ دقيقة، واحد مثل واحد ليس دليلا. واحد هو هذا، هذا هذا هو الذي علمهم السحر، كبيرهم الذي علمهم السحر. طيب من؟ فركوس. أوكي فركوس أوكي، ولكن ايضا زياده على انهم دعاة الوسطيه والاعتدال، دعاة الوسطيه والاعتدال في المجتمع. وهؤلاء الاسلاميون تعلموا الدرس جيدا من الفتنه التي انت الان تنتجها، التي انتجوها. نحن لم نحاسب بدليل، بدليل انهم مسلمون، انتم الان تحاسبوا عليها. الاسلاميين فازوا، الاسلاميين الان صوتهم يريدون، الاسلاميون فازوا في الانتخابات. انت قلت الفتنه، قلت الفتنه، يعني شروط الفتنه ما زالها موجوده. انتم من جاء الفتنه، انتم من انقلبتم على شرعيه الامه، انتم من انقلبتم على شرعيه الشعب الجزائري الذي اختار الاسلام هو الحسن. دقيقه، المشكل في الفكر هذا ما يسمونه، والله كلام منطقي، انه انتم من جاء بالفتنه عندما انقلبتم على الشرعية. أنتم أصحاب الفتنة. أي فتنة؟ أنتم ورحمتكم رجل يقول أنتم من أول أنتم من انقلبتم على الشعب الجزائري، تسألون عنه يوم أنتم القيامة. من فإن لم تنتخبوا علي فأنتم كفار، تسألون عنه يوم القيامة. أصبح الانتخاب شعيرة دينية، الانتخاب الديمقراطية تعتمد على النسبية، لا إكراه في الدين، قد تبين الرجل، وعلى التداول على السلطة. نحن لا نكره، يا أخي تغيروا تغيروا تغيروا. شوف شوف، قال لك لا إكراه في الدين ولا إكراه في الديمقراطية. كل تيارات سياسية تعلموا تعلموا من دروسهم. لا 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 لا، تحاربهم بالأطر الرجعي كلهم من دروسهم. لا لا تخلص من هذا الفكر، هذا الفكر الذي سبب هذه الفتنة، عليه أن يتخلص منه. نستأصله، الآن الفاشية في أوروبا، النازية في نستأصله مثل الفاشية. عليهم أن يتخلوا على شروط أو على الأسباب التي أدت إلى الاقتتال والفتنة. كيف يتخلون؟ كيف يتخلون؟ يتخلون إما أن يراجعون أنفسهم، إما هناك قوانين تمنع الدعوة إلى الكراهية، الدعوة يعني قوانين تمنع الدعوة إلى الكراهية وإلى الفتنة وإلى التأليب بين الناس وإلى هذه هذا هو لب المشكل. من هم الناس؟ من هم الناس الذين يتواطأ معهم؟ النظام متواطئ لأنهم يسرح لهم. ما هي المراجعات التي طيب ما يريدون؟ ينشرون أفكارهم بطريقة. ما قيمة المراجعات؟ تعرف المراجعات التي يعني وقعت داخل الحركة الإسلامية في الجزائر وغيرها، صح؟ وما قيمة هذه المراجعات وما وزنها إذا كنتم تكررون نفس الأخطاء الإقصائية ومجسدة الآن في هذه الحملات، مرة ضد يعني المسيحيين أو الأقليات ومرة ضد المتشبهين بهم؟ ما قيمة كل المراجعات التي استنزفت سنينا ورجالا وأعواما؟ ما قيمتها سي أبو صالح؟ لا شك أن الحق والباطل يبقى في صراع ما دامت السماوات والأرض، لا شك فيه، يبقى الحق والباطل في صراع، هذه سنة الله في خلقه. أما مسألة أننا نشيع الفتنة أو أننا من يثير الفتنة وغيرها، هم من أثروا الفتنة، هم من انقلبوا على شرعية الشعب الجزائري المسلم، هم من يريدون أن يسلخوا الشعب الجزائري من عقيدته. الشعب الجزائري مسلم بالفطرة. أين برر؟ الشعب الجزائري مسلم بالفطرة. هنا أتدخل، لا لا، يعني يبرر التقتيل والذبح
نحن لا بتوقيف المسألة. نحن لا نقصد أنت نحن دعاة سلام قلت ونحن ندعو والله يدعو إلى دار السلام ويهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم. نحن لا نكفر ولا نقتل. دعونا التيار السياسي الذي أنتمي إليه لم يوقف المسألة الانتخابي، بل دعا في قبل الانتخابات إلى عدم الذهاب للانتخابات مع تيار فاشي الذي وقف المسألة الانتخابي. هم من هم في السلطة. إذا لا تحملني أصدقائكم، لا تحمل، لست أنت كنت معهم أصدقائي أين تجد هذه الصداقة؟ الاستئصاليين أين تجد هذه الصداقة؟ تجتمعون تختلفون في الإيديولوجيا، دقيقة، تختلفون في المصالح ولكن تتفقون على رأس السلفيين، تتفقون على رأس الإسلاميين. الإسلاميين كانوا في الحكومة، الإسلاميين كانوا في الحكومة، الإسلاميين المودرن متى وصلوا في التسعينات وقت النحلاح. الإسلاميين كانوا في الحكومة، لم نشارك ولا يوم في السلطة. ولن تحدثني عن شركاء، هم عملوا كل جهدهم لإقصائنا. قل كم من مرة الشعب الجزائري هو الذي أقصى الدياس والأم دياس، كم من مرة ظهر في الإعلام رجاء. هؤلاء استحوذوا على الساحة الإعلامية. أوكي لأن الشعب يطلبهم. الشعب أوكي دقيقة. لا. طيب دقيقة. الشعب الجزائري هو من يرفضكم. يتكلموا باسم الشعب. طيب دقيقة. الشعب الجزائري هو من رفضكم. أعطيه ليختار ولن ينتخبكم. لا. الشعب الجزائري نقطة مهمة ينبغي أن ترد عليها. طيب دقيقة يا أخي. لا تتكلم باسم الشعب. يعني واحد من الشعب. يا أستاذ. واحد من الشعب الجزائري. غرس. يا أستاذ غرس دقيقة. طيب دقيقة. أنا جزء لا يتجزأ من الشعب الجزائري. فكرة مهمة رد عليها هذه، فكرة تبرر بمسوغات سياسية التقتيل الذي وقع في الحرب الأهلية حتى لا تعود وتحسب عليك، رد عليه. نحن لا نبرر يعني القتل وما وقع في الجزائر في تلك السنوات. من قتل هذه فتنة، أنت سميتها فتنة. من قتل؟ أنت سميتها فتنة. الكل كان الناس. هذا كان هرج ومرج. الكل كان يقتل. شجاعا قلها. أقولها. باسم ماذا قتل الناس؟ أنتم من قتلتم. باسم أنتم من قتلتم. أنتم من دفعتم الناس الذي تدعو إليه. أنتم من قتلتم. الإسلاميون لم يكونوا يوما ما دعاة إلى التقتيل. أنتم من صنعتم أولئك الذين قتلوا. أنتم من صنعتم. الشجاعة لن تقول هذا. باسم النفس الذي تدعو إليه قتل الناس والأبرياء. من الذي قتلهم؟ لا تختلف عنهم. أتعلم؟ لا تختلف عنهم. هناك رباجات، هناك إعلانات صحفية تبين من قتل أولئك. ولدكم رحم واحد قد قتل الشعب بنفس باسم نفس الأفكار التي تدعو إليها الآن. ولماذا الشعب الجزائري اليوم يحبنا ونحن مرتمون؟ ولماذا الشعب؟ يعني تعتقد بأن الشعب يمكن أن يقف في صفكم؟ تعتقد بأن الشعب يمكن أن يقف؟ إذا وقعت انتخابات حرة ونزيهة تعتقد بأن الشعب سيختار الإسلام؟ لأن الشعب الجزائري مسلم بفطرته وسيختار الإسلام. دقيقة أستاذ فتحي، هذه أكاذيب وخرافات. هذه أكاذيب وخرافات يروجونها على أساس أن الإسلاميين هم دعاة تقتيل ودعاة فتنة. الشعب الجزائري سيختار الإسلام. نشأت في الغرب. الشعب الجزائري وانتخاب الاقتراع. من لكم الشعب الجزائري كره منكم؟ ماذا قدمتم للشعب الجزائري؟ شوف الأنظار صار يدير الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اليوم يموت في الفيضانات. الشعب الجزائري اليوم يموت بالغاز. أنتم حليفكم جزء لا يجزز النظام. أنت تقول للإسلاميين أنتم من أنتم لا تتجرؤون على نقد النظام. نحن الشعب. لا تتجرؤون على نقد النظام. نحن الشعب الجزائري. همكم الوحيد هو الاحتفال بعيد. الوحيد هو إصلاح الجزائر. همنا الوحيد هو الالتقاء بالشعب الجزائري. همنا الوحيد هو إخراج الشعب الجزائري مما يعيشه من مساوئ. أنتم لا تنتقدون النظام. سيد غراس، ألا تظلمهم؟ دقيقة سيد غراس، ألا تظلمهم حين تحاول أن تربط ما بينهم وما بين يعني بعض الحالات المتطرفة في بقية البلدان العربية؟ هل تنكر؟ يعني لماذا عندما أحدثك عن شعبية هذا التيار
يعني تتجاوز النقطة بأن لهم شعبية في كل الانتخابات الشفافة التي وقعت في معظم البلدان العربية. الأحزاب الإسلامية سواء كانوا إخوان أو تيار سلفي هم الذين فازوا في الانتخابات. الإحصاءات الإعلامية تذكر أن الظهور سيكون للإسلاميين. أبو صالح دقيقة رجاء. الإسلام السياسي تم توظيفه من طرف الأنظمة الموالية للإمبريالية وللغرب لمحاربة الحركات التحرر، لمحاربة اليسار، لمحاربة الحركات الديمقراطية. أقفلت كل منابر الرأي وتركت المساجد لهم. هاو المشكل. أنا ما عداش يعني مساجد. ما تروحش النتائج. ليست لدينا مساجد. ما عداش مساجد. السلفية ليست لدينا مساجد. استحوذوا. استحوذوا على تركت لهم يا ريت لو عدنا المساجد. واستحوذوا على أنتم المساجد. أنتم من لكم المنابر. وهذا بتواطؤ مع الأنظمة في الجزائر وفي مصر. ماذا فعل السادات؟ ماذا فعل الشاذلي؟ ماذا فعل في المغرب؟ وظف كلهم كانت نفس الاستراتيجية. الاستراتيجية هي وظف الإسلاميين في السجون. الإسلام السياسي كمعول لمحاربة السادات وظف الإسلاميين في السجون. أتعرف أو كما اليوم السيسي وظف الإسلاميين في السجون. لا لا ولكن أخرجهم من السجون. بعد لا لا بل هي مراوغة سياسية. مراوغة سياسية لاكتسابه السيسي والإخوان. هذه حرب ما بين الإخوة الأعداء. هذه حرب ما بين من تفاهموا على رأس الشعب. مبارك ما كانش راح، مازال ما راحش، والإخوان كانوا يتحاوروا مع الجيش، الشعب كان في التحرير وكانوا من الذي قال كل الاخر الاعلام كان يتكلم على هذا الشيء، ولم تكن حركة الإخوان لم تنكر ذلك، كانوا يتحاوروا مع عمر سليمان لمصلحة الأمة. نحن نتحاور مع الأنظمة لمصلحة الأمة. هو حرب الذي يهمنا هو مصلحة الأمة. هو حرب بين القديم والأخر. مصلحة الأمة فوق كل اعتبار، بين الجديد والقديم، بين القديم الأنظمة والأقدم الإسلامويون. هذه هي الأقدم، يعني يعودون إلى القرون الوسطى الرجعيين النكوصيين والذين لا علاقة لهم لا مع الحضارة الإسلامية ولا مع الإسلام. الحضارة الإسلامية في أوج عطائها كانت ذاتها بعد كوني، أنتجت فلاسفة وفنانين وأدباء. هؤلاء ضد الفن، ضد الأدب، ضد الفلسفة، ضد الحكمة، ضد كل شيء، ضد الفكر، ضد الحب، ضد الحب. أتعرف ضد شرب الخمر. سأعطيك شيئا، سأعطيك شيئا ضد المخدرات، ربما قد إن لم هو لا يسمع به لأنه ضد سب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب. الرسول الأكرم الرسول الأكرم جاءه كعب بن زهير صلي عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم، لست أنت الذي تقول لي صلي عليه؟ تحاسبني؟ أتظن نفسك ماذا؟ أذكرك. لا تذكرني، أقولها بيني وبين نفسي. يا أخي ذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين. أوكي تفضل. أقول لك الرسول الأكرم الرسول الأكرم جاءه كعب بن زهير ينشده بيتا قصيدة يمدحه فيها في الروضة في المسجد، وبدأها بالغزل وقال: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وبدأ يصف في سعاد: هيفاء مقبلة، عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول. فماذا أعطاه الرسول الأكرم؟ أعطاه بردته. هذا هو الإسلام الذي يحب الجمال. هذا الحب العفيف ربما. هذا الذي يحب أوكي. الجمال لسنا ويحب الفن. ليسوا ضد الإبداع. نحن ضد الإبداع. نقاط ممتازة. لا يحبون لا الجمال ولا الفن ولا الشعر. لا تحبون لا الجمال ولا الفن وتلاحقون العشاق بالشوارع. مساكين العشاق خليت لهم مش حتى مضرب. يا أخي رد على أوكي. فهمت ما معنى عجزاء مدبرة وهيفاء مقبلة؟ ممتاز. هل فهمتها؟ اسمعني. هل فهمتها يا أستاذ؟ الإسلام ليس ضد الإبداع. بالله جل وعلا هو منذ السماوات والأرض. نحن دعاة الإبداع. أنتم ضد الإبداع بأي شيء الإبداع؟ هل الإبداع في شرب الخمر؟ هل الإبداع في انزلاخ الأمة من دينها؟ هل الإبداع في انزلاخ الأمة من عقيدتها؟ طيب دقيقة. هل مراد الإبداع هو انزلاخ الأمة من أخلاقها؟ ماذا يريدون بالإبداع؟ هل الإبداع هو في سب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل الإبداع هو في الدعوة هو لم يقل إلى الممارسات الجنسية؟ هو لم يقل هذا الكلام. الحب الفاسد؟ أي حب فاسد؟ هذا هو المراد بالإبداع. الإبداع هو الغناء الباعش، هذا هو الإبداع عندهم. ماذا أبدعت؟ هل أبدعتم في الصناعة؟ هل أبدعتم في التكنولوجيا؟ هل أبدعتم في التجارة؟ هل أبدعتم في شيء؟ هل أبدعتم في التكنولوجيا؟ أنتم تقولون أن الإسلاميين ضد الإبداع، ماذا أبدعتم؟ أنتم أبدعتم في تفسخ الأخلاق، أبدعتم في انسلاخ الأمة من دينها، أبدعتم في محو تكفر الأمة، الأمة سلخت من دينها. أنتم تريدون أهدافكم، مبادئكم، هذا هو الفكر.
إنه يكفر الأمة كما نحن لا صوابري. دقيقة. نحن من إن سلخت الأمة من دينها. أنتم تريدون أن تسلخ الأمة من دينها. يا جماعة باسم الإبداع. إنه يكفر دقيقة الشعب. دقيقة دقيقة. يرد 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 إن سلخت الأمة من دينها. طيب يرد يرد. وجاء أنتم تريدون أنتم تريدون يا أخي والله ما تسمعوا والو. من هويتها ومن دينها وعقيدتها. من حرق من حرق السينمات سيد أبو صالح؟ نحن لم يعني نحرق سينما. لا لا مش أنتم، ولكن تبدأ هكا، هي تبدأ بملاحقة العشاق في الشوارع في تلملي وغيرها وفي وهران، ومن بعد تعود تبدأ بحرق السينمات ومنع المهرجانات بحجة منع الفواحش ومنع الغناء. يعني من يحدد الغناء الفاحش بربك سيد أبو صالح؟ الغناء الفاحش من يحدده؟ الشرع. الشرع والعرف. أها. الشرع والعرف. يعني أنت ترى بأن الآن المجتمع مليء ربما بهذه المظاهر التي تدل على الحب الفاسد الفاسق والغناء الفاحش، هكذا تريد أن تقول؟ بل الأمر أدهى من ذلك وأمر. أيوة. ونحن راهم يقولوا باللي إحنا رانا حرقنا سينما. نحن لم نحرق سينما، بل الكل يعرفنا. نحن ننشط في الجامعات محاضرات في السينما يا اخي، تدعوهم في تونس وغيرها. سبحان الله. في تونس وغيرها ان وقعت من بعض الافراد شيئا، هذا لا يدل على ان الاسلام هو دعوه الى الحرب ودعوه الى الفتنه ودعوه الى القتل. بل الاشتراكيين والشيوعيين انتهت، هم الاشتراكيون والشيوعيون. هو تبرع منها. والغرب انت تتبرع من التسعينيات وما حدث فيها من اخطاء من طرف الاسلاميين. اتبرع من الاخطاء، لكن لا اتبرع من الاسلام. الجريمه ليست بخطا، لا 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 لا، نستصغر الامور. نحن نتبرأ من الاخطاء ونتبرأ من اخطا. لا، الكل يخطأ. لا لا لا. ألم يخطئ النظام؟ هذا مجرم. طيب ألم يخطئ النظام؟ هناك اعترافات لمن كانوا في السلطه وقالوا هم الذين يمدحون. طيب ألم يخطئ النظام؟ من كان صاحب الخطا الاول؟ اوكي دقيقه، دائما تجرنا الى التسعينات. من كان سبب الخطا الاول؟ من كان سبب الخطا الاول؟ خفتم لما الشعب اختار. دقيقة. سؤال بسيط، من كان سيف فتحي؟ علاش تهرب من الجواب؟ من كان سبب الخطأ الأول الذي جر إليه الإسلاميون في التسعينيات؟ أنا لست الناطق الرسمي للنظام، لكن نظرتم للانقلاب العسكري. أنا أقول. طيب دقيقة، نظرتم للانقلاب العسكري عندما اعتمد الفيس. أنا ضد النظام. يقعدوا في المساجد. أنا ضد النظام عندما اعتمد الفيس. لا يمارسون سياسة يستحوذ على عقيدة الناس ويكفر الناس. أنت راك ضد النظام وراك ضد الإسلاميين وراك ضد الإسلام بين الناس، وليس ملكا لحزب أو فئة معينة. فليس لك مقام. أنا ضد حزب، أنا ضد اعتماد النظام الفيس. طيب ألم توظف هذه السلطة؟ ألم توظف هذه السلطة؟ مش تحصيل حاصل. ألم توظف هذه السلطة اليساريين والعلمانيين لضرب الإسلاميين؟ يعني منذ تاريخ السلطة وهم يوظفون؟ لا العكس، لا العكس، لا التاريخ، لا لا لم يوظفوا. لازم نقرأ التاريخ. السلطة وظفت الإسلاميين. عن أي تاريخ وظفت الإسلاميين؟ لضرب اليسار والحركة الأمازيغية ولضرب الديمقراطيين. بل الشعب الجزائري هو الذي ضربهم. الشعب الجزائري هو الذي رفضهم. الشعب الجزائري هو الذي التحول في الثمانينات. التحول في الثمانينات اللي صار في الثمانينات سياسة الانفتاح اللي كانت موجودة في الجزائر كما كانت موجودة في مصر. مصر ماذا فعلت في مصر؟ نفس الشيء استعمل الإسلام السياسي، الإسلامويون استعملوا لضرب الناصريين واليسار ومن كان على 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 خط 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 البناء الوطني اللي صار في الستينات وفي السبعينات. إذن العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح. والاضطهاد، عندما يتكلمون عن الاضطهاد كل التيار السياسي طالها الاضطهاد، متفقون؟ ليس كل التيار بنفس الحجم ربما. من حمل السلاح؟ من حمل السلاح؟ كل عذب اليسار، بمراجعات الحركة الأمازيغية، كل طيب سيد غرّس قاموا بمراجعات وتابوا عن بعض المراجعة. بالعكس يعني حدثت العديد من المراجعات. بالعكس هم في البلاطوات يفتخرون بذلك، يفتخرون بذلك ويقول نعم فعلنا وقتلنا وكان ذلك شرعيا. طيب حتى أعود لموضوع الفتاوى وأعياد السنة، ما حقيقة هذه الفتوى أستاذ أبو صالح؟ أثارت فتوى نشرت على الموقع الرسمي للشيخ أحمد حاج عيسى الجزائري المعروف في الأوساط السلفية وردود أفعال، حين يعني قال عيد يناير أساطير وأكاذيب ودعوة إلى الجاهلية الوثنية. ما موقفكم يعني بعد 14 قرن جاءنا المفتي؟ طيب هذا ما موقفكم أنتم في الصحوة يعني 14 قرن الناس مسلمين يحتفروا بالنايل؟ يجي هذا يا بعد 10 قرن طيب المسلمين هذا لا 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 هذا السيد هذا يجي قلنا الناير بطسنا. طيب نسمع رأيه ثم ربما يخالفه. رأيك في هذا الأمر أو الصحوة كيف تنظرون إلى الأعياد بحد ذاتها؟ تنقسم إلى قسمين. هناك ما هي أعياد تعتبر من أخص مميزات
الشرائع سواء كان انتساب إلى الوثنية أو إلى المسيحية أو إلى اليهودية، وهناك أعياد على سبيل البدعية، يعني ليست على سبيل الشركية وإنما على سبيل البدعية، والمسلمون لهما عيدان، عيد الفطر وعيد لا ثالث لهما، يوم النحر صافي نوفمبر ما يحتفلوش به، هو ذكرى لا عيد عيد هو ذكرى عيد الثورة، أنت سميه كما تحب، لا عيد ولكن ليس بعيد ديني، عيد أول نوفمبر ماذا قدم أنت؟ لا تفرق أول بين الغيب والشهادة، أو المشكلة أول نوفمبر قام بلا إله إلا الله، أول نوفمبر قام بالله أكبر، لا من الذي أشعل فتيل نوفمبر؟ ومن قال لك بأن هم تلاميذ جميع علماء المسلمين الجزائريين، ومن قال لك بأن الإسلام لم يكون وقودا للتقدم والتحرر؟ ومن قال لك غير ذلك؟ كيف عندما تحصرونه في المساجد كيف تريدونه ان يتقدم؟ عندهم يعني بيانو يستعمل يوظفون الإسلام فيما يحبون، يعني يؤمنون به إثارة ويكفرون به إثارة، أنتم توظفون الإسلام إثارة وتكفرون به إثارة، ولا يحتاج إلى دروسكم، ولا يحتاج إلى جهلكم المقدس، جهل مقدس. طيب الشعب يختار يا سيدي، الشعب يختار، لسنا أحدكم علينا جهلا فنجهل عليه جهل الجاهلين، لا هذه الجاهلية، هذه الجاهلية عمرو بن كلثوم. طيب دقيقة، إذا كان عمرو بن كلثوم هذا الرجل الذي قالها هو ديدنك وهو سن وهو قدوتك، فالآن علمت ماذا تكون، الشاهد أنت تصف التيار الإسلامي، فأقول لك ألا يجهلن أحدكم علينا جهلا فنجهل عليه جهل الجاهلين، مرجعيتك أنت يا كما تحب، خطرات تقول المرجعية إسلامية سلفية، قالوا لي محمد صلى الله عليه وسلم أنك أمي، قالوا لي قدامك، قالوا لي محمد صلى الله عليه وسلم أنك أمي وأنك جاهل وأنك ساحر وأنك لا 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 أنت قلتها علمهم ساحرهم الأكبر وغيرها، طيب لا تفرق بين الجهل والأمية، طيب طيب شيء خطير، يعني أنت تفتي ولا تفرق بين الجهل والأمية. أستاذ أبو صالح، في نفس السياق ربما، تعرف ذكرت قبل قليل عن الهيئة الشرعية في مصر عندما منعت تهنئة الغير المسلمين بأعيادهم، ثم الأزهر يا أخي رد وقال بأنه لا يوجد نص يحرم على المطلق، وبأن يعني من ربما الوحدة الوطنية أن تقوم بهذه التهنئة، هذه أولا. ثانيا، من أستمع إلى الصحوة الحرة الذي يقول الأستاذ فتحي بأنهم لديهم أجندات أجنبية، أم إلى وزارة الشؤون الدينية في الجزائر ومراكز يعني الفتوى في الجزائر الرسمية، حين تقول بأن نرفض التجاوزات التي تقع في مثل هذه المناسبات مثل شرب الخمر وغيرها وأنت عددتها، يعني والتجاوزات ممكن تحدث حتى في أعياد المسلمين، حتى في أعياد الفطر وفي أعياد الأضحى، القوانين. ولكن هنالك قوانين هي التي تسن مثل هذه الأمور ويعني تحاصر هذه التجاوزات، وليست الحملات التي تنطلق من التحريم ومن التحليل ومن الإقصاء، كيف ترد؟ حملتنا بإذن الله حملة مباركة دعوية مشروعة، يكفلها الشرع ويكفلها القانون. الاحتفال بأعياد النصارى وخاصة يعني في الأيام التي يستعد فيها كثير من الناس في أوروبا وغيرهم، ونجد أن الرحلات تقريبا كلها محجوزة للسفر إلى أوروبا والسفر إلى أمريكا للاحتفال بأعياد النصارى. الصينيين يحتفلوا بعيد السنة الآخر صحيح النصارى؟ هو أصلاً وثني. الصينيين أصلاً وثني. أصلاً وثني. الاحتفال بالكريسماس وثني. لا 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 الصين. هذا مسيحي. هذا مسيحي. يقول لكم أن الاحتفال برأس السنة وبمولد المسيح هذا كذب وافتراء. أنت تعرف. كذب وافتراء. تعرف دين. عيسى عليه السلام. أنت تعرف. عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الصين. لم يولد بالخامس والعشرين من ديسمبر. هذا الإنجيل. إنجيل لوقا يقول. أنتم تكذبون على الناس تقولون باللي زاد المسيح ونحتفل. يعني لي يحتفل بعيد اول سنه يعني مسيحي. نعطيك مثال على بالك، باللي كان حديث يقول لك انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله. من روى هذا الحديث؟ رواه البخاري ومسلم عن ابي حفص عمر بن الخطاب، حديث صحيح ومتواتر رضي الله عنه. اذا عن حديث يقول ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الله. شيخ فتحي في الصورة. شيخ فتحي شيخ. انت اصبحت شيخ الان. اصبحت شيخ. لست بشيخ. انت تعرف الكتاب والسنة باسم الكتاب والسنة. ما عنديش الحق نعرف. ما عنديش حق نقرا. ولا تبت لي تقرا تبت لي تعرف. يا اخي روح قرا. احنا قوم تبع. قرا كارل ماركس انت ثاني. بس بعد شوية. يعني الصورة. الهجرة. خلي كملت. خلي كملت. الصورة نفسها. الصورة نفسها. قاعد هاجروا. ولكن كل واحد بنيته.
وكل واحد ربي حاسبه على حسب نيته. ومن تكون انت؟ شكون انت باش تحاسب الناس؟ يعني اللي يحتفل بكريسمس بالنيه يا اخي، تشري لابيش بالنيه. انت باين بلي ماك فاهم، ماكش فاهم كاع واش معناتها الاحتفال يحتفلوا به الجزائريين. الجزائر ماهوش نصارى، لم يحتفلوا. ما هو الاحتفال؟ لا كان يحتفل، كان يحتفل من خلفيه دينيه نصراني ولا هذا حر، هذا حر. الدستور يضمن، يا اخي يضمن الجزائري رغم انه معارض، وهذا النظام بيبيتك معارض وهذا الدستور، وعلى الاقل الدستور يضمن حرية الاعتقاد، لكن لا تظهروا في دار الاسلام. الشعب الجزائري شعب مسلم، كان جزائريين مسلمين متدينين ويحتفلوا بعيد السنه. مين اعطيني مثال يحتفلوا بعيد السنه؟ جزائري. كش اعطيني مثال؟ روح خرج برا وتشوف يحتفلوا. روح خرج برا، روح الوهران. ما نسبتهم؟ ما نسبتهم؟ تعالهم. ما يهمنيش المهم هذه، روح الوهران. ما يهمنيش المهم باي حق، حتى وان كانت اقليه، فرضا بانها اقليه وان الاكثريه لا يفعلون ذلك، باي حق تأتي نهديها أنت؟ نهديها الى صواب. ومن يكون حتى يهدي؟ يهدي من يكون هذا؟ نصب نفسه المهدي المنتظر ولا واش يهديها؟ يعني هو هو الحق، هناك هو الحق. الانسان محرم وتوفيق وهدايه النصر ورشاد، حقيقه انك لا تهدي ما حببت ولكن الله يهدي من يشاء. لا يجوز له ان يقول هذا حرام وحلال. طيب حتى لا تحول الامر في تقليل من شخصه، ولكن ربما كان يقول التيار كتيار في علماء، في علماء يا استاذ، الاخرين يا استاذ في علماء. ابو صالح فقد جعلت من نفسك. هنالك علماء يتصدرون هذه المعارك، تريد ان تقول في التيار السلفي، لانه يقول ليس لديكم الزاد العلمي ولا المعرفي لاداره مثل هذه المعارك في المجتمع. هم بحد ذاته مقدحون حتى في الكتاب، في الكتاب والسنه. انا مصباحا نقول قال الله قال الرسول، يعني حتى نقول يعني شوف يعني مشكل، يعني الاسماء يعني نقول نقول الامام الشافعي، نقول الامام مالك، نقول الامام سحنون، نقول الامام التلمساني، هو يرد هو يرد دقيقه، نقول الامام المنجريسي، يعني الامام البديسي، يعني الوسيله الوحيده اللي عندك باش تواجه النقاش هو التكفير. اوكي يكمل. نحن لا نكفر. لا تقتل ولا تقتحوا في الكتاب والسنه. اوكي انا دوك اعطيتك حديث، قلت لي ادخل لي علماء، علماء السنه يا سبحان الله وتفتي. هؤلاء علماء المالكيه، علماء الجزائر، يفتون بحرمتي، بحرمه الاحتفال. اذكر العلماء، علماء دقيقه يذكر الامام المنجريسي، الامام المنجريسي علماء سلطه معصوم يعصم من الخطا، الامام الشافعي، إمام مالك، الإمام مالك عالم سلطة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ الرسول الأكرم حرم شيئا وأخطأ، يعلمنا القرآن أن لا أحد معصوم. وأنت المراد بالتحريم هنا ليس التحريم، المراد هنا بالتحريم هو المنع، جعلته بل النبي صلى الآية بس للآية وأعمل متعقل. أعطيني شرح الآية، أعطيني شرح الآية. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. معنى التحريم في الآية، ما تحرمش الآية، ما تحرمش. معنى التحريم هو المنع، وحرام على قرية أي ممنوع، أي لا تمنع يا محمد، لا تمنع نفسك من أحد. منع ولم يقل أن هذا حرام. لا هناك فرق بين الحرام الذي يراد به المحظور. هو المشكل ما فهمت، ما بالقرآن. طيب دقيقة، أنت طلبت بأن يفسر، تفضل سيد. ما فهمت يعني نقول لك كل إنسان معرض للخطأ والصواب. يعني انت خطا النبي صلى الله عليه وسلم متوبة. مانيش نقول هكذا اسمع عشان نهضر، انا نقول لك القران ويعلمك، القران ويعلمك او يعلمك انت اقراه مليح باش تفهمه وتتعلم. بل القران يقول لك حتى الرسول الاكرم معرض للخطا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى. انتم علماءكم جعلتموهم معصومون، قدستموهم كما البابا، قدستموهم. الانشريسي قد يخطئ، الانشريسي قد يخطئ، الامام مالك يخطئ، إمام دار الهجرة لما كتب موطأ الإمام مالك يخطئ، خلينا نعطيك نزيد الشافعي يخطئ، أبو حنيفة يخطئ، كان عمر تعرفش التاريخ. سحنون يخطئ لما وطأ كتابه، لما كتب الموطأ، بن باديس يخطئ لما كتب الموطأ. جاء الخليفة أبو جعفر المنصور والذي لا أحبه، هذا المستبد، وأراد أن يحمل الناس على مذهب الإمام مالك، يفرض عليهم كما هم أحبوا يفرضوا على الناس الرؤية تاعهم. فقال له الإمام مالك منعه من ذلك وامتنع، وقال لا 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 أفرض رأيي على الناس لأنه اجتهاد ورأي. هؤلاء لا علاقة لهم بالسلف، مع من يحب، لا علاقة لهم بأنه بالتاريخ، لا علاقة لهم بالهوية. والآن الإنسان لم يجد أي شيء آخر إلا التكفير. هل تعلم سيد غراس بأنهم هم حتى في التيار السلفي من كثرة ما أنهم يجددون هنالك خلاف حتى حول التحزب، حول التحزب. لو كانوا مثلا يعتبرون العلماء الذين تقول أنهم أصنام وغيرهم
يعني يعتبرونهم لأنهم يمتنعون عن التفكير، لما تمردوا على هذه الفتاوى يمتنعون عن التفكير، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلى صاحب هذا القضاء. طيب. هم يمتنعون عن التفكير حتى أنهي سيد أبو صالح. طيب حتى أنهي سيد أبو صالح، تعتقد بأن هذه الحملة سوف يكون لها امتداد شعبي كبير وسوف يعني يستجيب لها عدد كبير من الجزائريين في القادم الأيام؟ بإذن الله جل وعلا الحملة هي حملة الشعب الجزائري كله. الشعب الجزائري استفاق من سياسه التكفيل. هاي الفاشيه، انا والشعب، الشعب الجزائري شعب مسلم والى العروبه ينتسب. من قال هذا عن اصله او قال ماذا فقد كذب. يا نشوء انت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب. سوف يكون لها امتداد شعبي كبير وسط الشعب باذن الله. ماذا تقول لهذا الشعب الذي يدعونه الى مقاطعه؟ تفطنت الشعب، فاق بكم الشعب لهؤلاء. صحيح، فاق بكم الشعب، تفطن لهؤلاء. هؤلاء بيادق كتاكم كذبا على الشعب الجزائري. الشعب الجزائري شعب مسلم. احدى القنوات، احدى القنوات لما ذكرت لما نشرت امريكيه، علاش احدى القنوات علاش دوكا يضع الشيعه؟ باش نبين لك بلي الاجنده تاعهم اجنده امريكيه. كاين صراع. انت محامي للشيعه، انت محامي للهيمنه على المنطقه. انت محامي والسعوديه الان راه يتحرك في البيادق تاعها، من بين هذه البيادق هؤلاء، للتصدي للهيمنه الايرانيه في المنطقه. معناتها تسييس مبتذل، تسييس مبتدئ. ولا تعتقد ان هذه الحمله لها صدى شعبي؟ الشعب تفطن الى مثل لا لهؤلاء. طيب. لانهم منذ 10 سنوات وهم يذبحون فيه ويقتلون. طيب باسم اقدس المقدسات. طيب يذبحون، انا لا ارى بانهم ربما تراجعوا عن هذه الفكره وعن هذه الافكار. شكرا لكما فتحي الباب. الان نذبح في عيد الاضحى، نذبح في العقيقه، في المناسبات. نحن لا نذبحهم. شكرا لك. المسلم على المسلم. فتحي غراس الناطق الرسمي باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية الام دي اس، وعبد القادر بن زينب الشيخ ابو صالح الجزائري مسؤول الصحوة الحرة السلفية الحرة غير المعتمدة بغرب البلاد. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء، حتى نلتقي في الغد ان شاء الله. السلام عليكم.